هذا الصيف خذيت لي جولة في بعض الدول الأوروبية. الآن أنا في لندن. والله يا جماعة أنه هياط على الفاضي، غلاء أسعار على الفاضي، فنادق غالية جدا على الفاضي، تذاكر طيران غالية جدا على الفاضي، براندات سلع كل شيء غالي على الفاضي، ولا في شيء جديد. يعني أنا ماني عارف ليش كل هذا الغلاء. يعني شنو الحكمة؟ هل على أساس إنه أساس ضرائب أو غيره؟ يعني اللي ما يمسك أو ما يعرف شلون يدبر الفلوس أو إنه يتحكم بالفلوس اللي معاه يروح فيها، والله يروح أبو زعبل أو يرفع قضية تفليس على نفسه، خصوصا إذا معاك العائلة. ماني عارف ليش يعني دائما يحثونك ويضغطون عليك على شراء كل شيء، كل شيء أمامك موجود أو قاعد تشوفه الآن. والله يعني هل يعني ليش ما أدري، بس ممكن يكون ان هدفهم انك تفلس عشان ما تتزوج واحدة ثانية، او انا اعتقد ان هذا هو الصحيح، او ياخذون نسبة. صحيح ياخذون نسبة من المحل اللي انت تشتري من عنده. هذا يمكن اتفاق يعني من تحت لتحت، لكن هني لازم انك شوي تكون يعني حريص. يعني تشوف، راح تشوف مغريات اللي يجي هني بالمجمعات والمولات وحتى المطاعم غالية، فراح تشوف مغريات كل شيء. رحت له في انجلترا لندن، مجمعات يعني غالية ومجمعات رخيصة وأسواق رخيصة جدا. لكن شوف يا جماعة، لفت انتباهي شنو؟ ان الماركات الشنط والماركات اللي موجودة في أغلى المجمعات نفس الماركة بالضبط لقيتها في سوق رخيص. يعني الماركة هذه أو الشنطة هذه، الشنط النسائية، سعرها في المجمعات ب500-600 باوند، لكن لقيتها في أسواق، يعني أسواق شعبية كتقول 30-40 باوند. بس ها، مو درجة، مو مقلدة، مو نفس السلعة، مو نفس الجنطة، لا، مقلد تقليد درجة أولى، لكن نفس الكرتون، نفس التاج، نفس الكيس اللي غطي الجنطة، نفس الجنطة بالضبط، بالضبط نفس الجنطة. فيبيعونها في المحلات الغالية على 500-600 باوند. أما في المحلات الرخيصة، والله انصدمت، نفسها بالضبط على 20-30 باوند-50 باوند. رحت بشتري شنط حق السفر، نبرجع معي أغراض أكثر، لقيت الشنط ب190-180 باوند. رحت للسوق الرخيص هذا، والله يا جماعة انها نفس الجنطة بالضبط، جنطة السفر هذه 35 باوند، ب35 باوند. شيء مو معقول. يعني الواحد اذا بيسافر لازم يمسك نفسه او راح يفلس.